مسابقة ملامين الشريف، هما مش فايز واحد هما اتنين. بس قبل ما نبدأ في الفايز بتاع الأسبوع اللي فات، عايزة نقول السؤال بتاع الأسبوع ده، نفكر حبايبنا ومشاهدينا بسؤال مسابقة الشريف مع الشيف الأسبوع ده. هينزل السؤال دلوقتي على الشاشة ونشوف سؤالنا بيقول إيه. مسابقة الشريف مع الشيف بتقول إيه؟ طقم رويال فيه كام طبق غويط؟ 6 ولا 8 ولا 10؟ طبعا انا بديكوا السؤال وملامين الشريف مسهلها عليكم، كمان بيديكوا الاجابه بتاعه السؤال. طيب الاجابه هنلاقيها فين؟ على موقع الويب سايت. طب لما ندخل موقع الويب سايت اللي قدامكم على الشاشه ده هنلاقي عليه الاجابه. عرفنا الاجابه الصح يا نونا، نبعت الاجابات فين؟ هتتصلوا على الارقام اللي كانت موجوده معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600. ده اول سؤال معانا هتشتركوا معانا، او اول مشترك معانا، او اول متسابق. طيب تاني متسابق يشترك في المسابقه بتاعتنا ازاي؟ بطريقه سهله جدا وبسيطه. كل اللي مطلوب من حضرتك او حضرتك تصوروا سفره رمضان وتبداوا تبعتوها على صفحه ملامين الشريف اللي قدام حضراتكم على الشاشه، وتبداوا تبعتوا الصور ان شاء الله باذن الله تفوزوا معانا. ده كان سؤال حلقتنا علشان تبقوا فايزين زي الناس اللي فازت معانا وجم استلموا الهديه بتاعتهم ونزلت صورهم على السوشيال ميديا. طيب الفايز الاسبوع ده احنا مش معانا فايز واحد، احنا معانا فايزين اتنين فايزين مع بعض. اول واحد وهو اللي جاوب على السؤال، هنعمل كده، انا بحب ان هي تبقى بالشكل ده، بالشكل ده كده، واروح مغمضه عينيا واروح عامله كده. الفايز معايا او الفايزه معايا رقم اوله 010 واخره 496، 010 واخره 496، 010 واخره 496. هنتصل بيه حالا وان شاء الله باذن الله نتواصل بيه ونوصل له علشان نشوف، لو مش هيرد علينا نبدا ان احنا نسحب حد تاني. ده كان اول مرشح للفوز معانا. طيب تاني فايز معانا هو اللي بعت او اللي بعتت صوره السفره بتاعت رمضان على الفيسبوك، هتنزل معانا حالا على الشاشه الفايزه معانا. والفايزه معانا في مسابقه ملامين الشريف مع الشيف اكونت باسم، يلا بينا تنزل الصوره، صوره سفره رمضان. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طبعا الاضاءه غامقه بس ما شاء الله ظاهر قوي. اسم الاكونت اللي فاز معانا توتا مامي يونس، توتا مامي يونس، الف مليون مبروك ليكي يا توتا وليونس. ان شاء الله باذن الله تجيبيه معاكي وانت جاي تستلمي الجائزه بتاعتك، وان شاء الله باذن الله تكوني من الفايزين دايما. يلا شباب بنتصل بالفايز الاول. طيب على ما نتصل بالفايز الاول ونشوف هيرد علينا ولا هنضطر ان احنا نسحب رقم كمان، تعالى يا جمل يلا ننزل مقادير البيتي فور اللي مظبوط.